بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد المدى، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها الإمام الهمام المدفون بأرض طوس، ورحمة الله وبركاته. سيدي يا ابن موسى، إن شيعتكم محتاجون إلى ألطافكم، إلى دعائكم، وهم يمرون في هذه الأيام بظروف صعبة بمواجهة هذا الوباء، فنحن تشرئب أعناقنا إليكم وبواسطتكم وبالتوسل بكم إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. أيها الأحبة الكرام، لازلنا في حديثنا عن هذا الإمام العظيم، الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرنا لكم في الحلقة الماضية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه من المحطات المهمة ومن العقبات التي حاول أعداءه أن يضعوا له تلك الشراك ليوقعوه في هذه المصيدة التي أعدوها له، ألا وهي ولاية العهد للمأمون العباسي. إلا أن الله سبحانه وتعالى كان وما زال ناصراً لأوليائه، فكانت تلك الحقبة ليس كما أراد المأمون، أراد أن ينتفع منها وأن ينفذ إرادته، إلا أن الإمام عليه السلام وصل إلى مبتغاه من حيث أراد أعداؤه. وقد شهدت تلك المرحلة وقائع كثيرة، حيث أن المأمون العباسي، تعلمون أيها الأحبة، كان يحب أن يرى أن الإمام سلام الله عليه في موضع حرج، وكان مهتماً بمسألة مهمة، ألا وهي أراد أن يثبت للناس أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس كما تظن الناس أنهم زاهدون في الدنيا، بل أنهم يزهدوا بها ما داموا لم يحصلوا عليها، وإذا ما ظفروا بالحكم وظفروا بهذه الدعة وهذه النعمة يتمتع حالهم حال غيرهم. إلا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أثبت للناس جميعا أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا تغرهم الدنيا ولا يهتموا بها، بل يجعلوا من الدنيا مطية للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى في سرائهم وفي ضرائهم. لذلك يوم من الأيام كان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جالس، وكان عنده أحد العراقيين، رجل يدعى النوفلي، وطرقت الباب ودخل عليه رسول المأمون، قال: السلام عليك يا أبا الحسن، إن أمير المؤمنين يدعوك لمجلسه، وقد حضر عنده جمع من العلماء، وقال: أحب أن لا يكون المجلس خاليا من أبي الحسن. فقال له: اذهب، أنا سألحق بك. والتفت الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى النوفلي وقال: يا نوفلي، هل تظن على ماذا بعث إلي المأمون؟ هل تعرف؟ قال: يا ابن رسول الله، أظنه قد أحضر إليك من لا يؤمن بدينك، أحضر عليك جمع من العلماء، أحضر لك جمع من العلماء من اليهود ومن النصارى ومن الصابئة ومن غيرهم ومن الملحدين، وهؤلاء سيسألونك مسائل، فإذا جئتهم
بجواب من القرآن فلم يؤمنوا بالقرآن، وإذا قلت لهم قال الرسول فهم لا يؤمنوا بالرسول ويحاول إحراجك يا ابن رسول الله. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: يا نوفلي، أتعرف متى سيندم المأمون؟ قال: متى؟ قال: سيندم إذا رآني أجيب أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل الفلسفة بما يعتقدون، فعندما أغلبهم هناك سيندم المأمون. وفعلا جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك المجلس، وإذا بالمجلس قد حضر هؤلاء أحضرهم المأمون من كل الأقطار لمناقشة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا عندما سألوه مسائل فأخذ يجيب اليهودي، عالم اليهود، من التوراة الأصلية، وأجاب شيخ الأساقفة من الإنجيل الأصلية، وهكذا أخذ يبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء، فانبهروا واغتم المأمون بجواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن بين هؤلاء العلماء كان رجل يدعى عمران الصابئي، وهذا من الصابئة، والصابئة قوم إلى الآن موجودون. هذا الرجل أخذ يناقش الإمام، وأخذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجيبه حتى أذن الأذان، فقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه فقال له ذلك الرجل: يا أبا الحسن، لولا تمهلت قليلا لتزيل عن قلبي جميع الشكوك وأكون على ما أنت عليه حتى أدخل الإسلام. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: نداء الله أولى من تلبية رغباتك وطلباتك، فنذهب إلى الصلاة حتى نفرغ منها ونرجع، ولك الكلام شقد تريد، ما عندنا مشكلة. أو فعلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى الصلاة، وما إن فرغ من الصلاة رجع إلى ذلك الرجل وأخذ يجيبه بالأدلة العقلية وبالأدلة الواقعية، ما إن مرت ساعة إلا وأن ذلك الرجل عمران الصابئي شيخ الصابئ آنذاك قام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ودخل الإسلام. فكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه استغل تلك المرحلة لنشر علوم آل محمد ولتبليغ رسالة السماء. فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. وفعلا استمر المأمون في كل مرة أراد أن يحرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالإمام ينصره الله سبحانه وتعالى في كل المواطن. ومنها كثير من الأمور حاول المأمون أن يدخل الإمام في هذه المآزق، منها واقعتان حدثتا مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في صلاة العيد، وفي بعض الأسئلة التي وجهها المأمون للإمام صلوات الله وسلامه عليه سنذكرها لكم في الحلقة الآتية إن شاء الله. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.